أه المدير التقني الوطني، علاقة المدير التقني الوطني بالناخب الوطني علاقة أفقية. اختيار الناخب الوطني من صلاحيات السيد رئيس الاتحاد والمكتب الفيدرالي. إذا كان هناك تنسيق ما بين الناخب الوطني والمدير التقني الوطني فهو تنسيق أفقي لا صلاحيات لأحد عن الآخر. إن استشير المدير التقني الوطني في أمر ما فلا بد أن يدلي برأيه بكل أمانة وبكل احتراف.